ils sont en train de le tuer, non seulement les conditions alimentaires, les conditions de vie, chab de zéra ou imout, le stress, le stress, vous êtes sahaba kench, vous êtes la qualité de l'alimentation kench, et après tout ça, il est mazal lui khaf, alors qu'il est en position de force. Aujourd'hui, il peut destituer ce ministre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, on destitue le raïs. Bien sûr, il n'y a rien. Il n'y a rien. Niveau 9, chef d'Aïra, incompétent. Il n'y a rien de comme le chef de Jazairi. C'est bon, il y a un fonds. Il y a un fonds. Il y a un fonds. Il y a un contrat de bâtiment. Il y a un business. Il y a un fonds de l'OPG et de Sahaba. C'est tout. Il couvre les affaires de l'Aïra et ça s'arrête là. تفون هذا إين ريان شاف دايرة جابوا حطوه عسكر ولا تمسخروا بالشعب الجزائري كي نقولوا عسكر ماشي الجيش الوطني الشعبي العساكر والله العسكر نسميهم درك هادو اللي جينيرو تاع النيل وهادو تاع البلاستيك اللي طلعهم من بوتفليقة هاد وكان لوريجين تاع الناس هادو شكون لأنه بوتفليقة شكون جابوا توفيق ونزار وكومباني اللي قتلوا بوضيار هما اللي جابوا بوتفليقة قتلوا ثوري وجابوا خاين C'est ça. قتلوا الثوري وجابوا خاين. سي تو. هاد الناس هما لوريجين تاع لو مال. هما لوريجين تاع لو مال ابارون تاعنا حنا اللي عشنا حنا جيل ما بعد الاستقلال. لكن الشر الحقيقي هو النيوكولونياليزم هو الاستعمار الحديث. بصح كي نواجهوا حنايا واش نواجهوا؟ نواجهوا العدو اللي موضوع حدانا اللي هو ايادي العدو الخفي. صح العدو الخفي كيقطعوا له يديه ورجليه ما يعود يقضي والو دولة القانون تحاوطوا بصح نعاودها ونقولها ايها الشعب الجزائري راك خايف من حاجه ما كانش راهي والله العلي العظيم كيما قضيه الجن مع سيدنا سليمان كون ما يشدودة الارض هذيك كون الجن قعدوا في العبوديه الى يوم الدين لو بوفوار اون الجيري راهو مات راه واحد فيهم ما حكم المنصب نتاعو واحد فيهم ما راهو كومبيتون هادو اللي لاعبينها شواكر في الجزائر واحد فيهم ما يسوى خردله حاجه وحده اي بوف اتر دي كريمينال بين بعضهم برك بصح ما يقدروش يقتلوا شعب وما يقدروش على الشعب لانه الجيش الوطني الشعبي من ضمن الشعب واحد ما يقدر يحارب الشعب مي سو كونتر لو تيي انديريكتومون راهم يقتلوا فيه بيان سور انديريكتومون بالتفقير والتهميش وكسروا الانفراستركتور والتعليم والتجهيل هذا قتل السبيطارات تقتل الباكلا تقتل لي زاكسيدون يقتلوا كلشي يقتل هاو قال لكم اللي يمرض بالكونسير يموت ما نداويوهش وحنا شاكاني عندنا لو طوط تاع الكونسير يطلع وما قالكش اسيدي معليش نزيدوا نحاولوا كيفاش علاش الكونسير عندنا في البلاد وشي هما الاسباب نتاعو علاش راهو في تصاعد يعني دائما لازم نلقاو له اسباب نحاربوا الاسباب نتاعو ينقص علينا الضغط مي هادو سي با دي مينيستر هادو سي دي هادو رعيان خمامسه خماسين جايين يحربوا البقري تاع سيدهم برك سي تو بصح الشعب نعاودها ونقولها ما عندكش مناك تخاف راكم خايفين من حاجه ما كانش سي تو هذا النظام ما عنده حتى قوه شوفوا عندكم جابوا لكم واحد رئيس ما عرفش حتى ينومي ديريكتور تاع الديوانه صراحه مشكله لا ما قدرش ما عرفش دونك هذا اكبر سلطه عندكم في البلاد خرده فما بالك الاخرين وهذوك حمير جابوا جحش وماناش خارجين من الكوري سي تو شرح مني كيسيون دو عبد الرحيم يجب على الشعب الاجتماع حول المواني والمطارات وصنع أتراك ومنع العمال من الدخول والعمل وي وي هضرناها صافي لونطون وي نعاود نقول السيد هذا عنده الحق هذه من الافكار النيره اي مش جمال يودي سي ريجيم فويو كونتينيا بروفوكي لو بوبل وي اي كونتينيورا انكور ا بروفوكي لو بوبل حتى يمحي شخصيه لو بوبل شوفوا الريجيم هذا كيفاش مداير الناس اللي تفهم كيما واحد شايب عايب معيب زوج طفله صغيره تالمو يخفوا يضغط عليها باش تعود ما تنفش
تعبدوا عباده سي سكو نابيل ماشي ان هارسيلمون مورال ان بيرفير النظام هذا الى بيرفير والشعب الى تريجون الشعب نتاعنا كوني يفيق بالقوه تاعو وياكلوا لي جون الحراقه سي دي فيكينغ ياكلوهم ماكله النظام هذا لي جون لي جون نتاعنا اللي يقبلوا يواجهوا البحر ويواجهوا الموت في بوطي قد هك علاش سميتهم انا لي فيكينغ لي فيكينغ نهار لحقوا لا ميديتراني فرحوا كانوا يسركلوا غير في اوروب دي نور حنا الشباب نتاعنا يقطع لا ميديتراني وما يخافش من الموت ويجابه الموت لكن الله غالب ما عندوش تأطير سياسي يوجه القوة هذه ملي تكون قوة حرقة وتعمود في البحر تولي قوة ثورية قوة حقيقية لبناء الوطن وبناء المجتمع والقضاء على العصابة هذه Alors, on va essayer de dire le maximum de questions. Alors, Monsieur Mohamed, il vous dit, Monsieur Rahmani, ne pensez-vous pas que ce ministre n'est pas en train de discréditer volontairement son président ? Wallah, je vais vous répondre, puisque la question en français, nous répondons à l'arabe, je vais vous répondre. Bon, l'akha, c'est ce qu'il y a, il y a un peu de temps. Et vous, je te dis, Rahmani, le ministre, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, je vais vous répondre en français. Ça ne peut pas être le cas. Hadi, c'est une propagande. Les gens qui veulent soutenir Tebboune sont en train de la lancer. Billy Tebboune, soi-disant, il a fait mon amara, il a fait un grand grand, il a fait un chèque. Il a fait Tebboune Rkhis, ou Shmata. Madame Tebboune, il a fait un raïs. Il a fait un raïs. Insa, il est compétent. Wallah, insa, il est compétent. C'est un insan medloul. Et je lui ai dit, c'est génétique. Il a fait un raïs, il a fait un raïs, il a fait un raïs. حبوا يخلقوا مناخ او مسكين يكسروا فيه راهم يفسدوا في الخدمه لا لا هو فاسد وهو خامج واللي جابوه خماج وما كسروه ما والو وهو اللي بهيم راح نوما ان ديريكتور جينيرال دي دوان ولونكات نتاعو دو سيكوريتي دي فافورابل سي نورمال ما يقدرش ينوميه لانه إلي انكومبيتون واحد ما حب يكسروا برك لانهم كون حبوا يكسروه يغتالوه كيما اغتالوا القايد كيما اغتالوا اسماعيل العماري كيما اغتالوا محمد العماري لا الاغتيال عندهم حاجه صعيبه رايس قتلوهم ديريكت بوضياف الى حتى يكسروه يقولوا له استقيل يستقيل وندخلوا في مرحله اخرى هادو يوبليي سو جور دو تروك دو كومبلوتيست حين ترجعوا لنا مسكين ومجاهد كبير سي ان شيان ان مردو فوت كامل مدرح شعب كامل ما فوطاش شعب كامل يعيطوا تبوا الكوكايين تبوا الغبره ومازال يقول راني رايس شكون يكسرهم كسر وحده هو